السلام عليكم. نحن طبعا من قلب واحد المنطقة من كوبا اللي عرفت هذا الزلزال العنيف اللي ضرب المنطقة ديال الحوز كلها ومراكش، وكنت تكلموا اليوم تيا جينا هنا باش نديروا الواجب، وما كناش غادي نديروا هذا اللايف، ولكن اللي ضروري احكام لانه وقفنا على بزاف ديال الحوايج، وحنا جايين في الطريق كنفكروا كنقولوا واش غادي نجيبوا لهاد الناس، لان بالضبط ما عرفناش شنو هي الحاجيات ديالهم. ولكن تفاجئنا اولا ملي وصلنا بحجم يعني التكافل الكبير اللي بينوا عليه المغاربه، وايضا بحجم يعني بحجم يعني المعاناه اللي كاينه هنا داخل هذه المنطقه. وتفاجئنا على انهم المغاربه اليوم بينوا المعدن الاصيل ديالهم، ولقينا بزاف ديال المساعدات قدامنا. هذا لا يعني على ان هاد الناس هادو ما محتاجينش المساعده، بالعكس محتاجين المساعده، كاين بزاف ديال الحوايج اللي خاصينهم، لانهم حسب ما قالوا لي كيبقاو في النهار في الشمس الحاره، ما عندهمش هذوك الخيام ديالهم اللي تقيم حر هاد الشمس هذا. في الليل ايضا الناس كتنعس غير في العراه، ايضا محتاجين بزاف المجموعه من الحوايج اللي خاصنا نقدموها لهم، لان فعلا هي ماساه حقيقيه. وكنقولها وكناكد والله العظيم اللي شاف ماساه الناس ومصيبه الناس كتهون عليه المصيبه ديالهم. احنا عشنا واحد عشنا هاد المأساة هادي في مراكش، حسينا بالزلزال، حسينا يعني بالحجم ديالو، مازلنا كنعانوا من الآثار النفسية ديالو، ولكن هنايا كاين الآثار النفسية وكاين الآثار البشرية، كاين الوفيات، كاين الناس اللي فقدت الديار ديالها، كاين بزاف ديال الحوايج اللي خاصها تدار حقيقة. اليوم تيا المغاربة مجموعين مدعوين للتضامن مع المنطقة المنكوبة، كما منطقة ترودانت، كما منطقة شيشاوة، كما إيمينتانوت، غيرها من المناطق اللي عرفت واحد الضربة قوية ديال الزلزال هذا، اللي نتمنى من الله تبارك وتعالى ألا يعود نهائيا إلى بلدنا. واليوم تيا كنقولها وكنأكدها، هاد الناس هادو راه بايتين في العراء. اليوم تيا كاين اللي غادي مديباني بليزور، وكاين اللي مديباني بالملاح وبشي حوايج ديالهم، يعني ما كاينش لا الخيام، ما كاين حتى شي حاجة. إذا الله يجازيكم بخير، كان نداء كنقولوا من قلب الحوز اليوم تيا، ومن قلب بالضبط أمزميز والمناطق المجاورة ديالها، راه الناس محتاجة بزاف، ماشي طبعا محتاجة المواد الغذائية، محتاجة اللباس، محتاجة أيضا فين تحمى من حر من البرد ديال الليل، ومن أيضا الشمس اللي كاينة. وكنقولها وكنكررها اليوم تيا ماشي وقت الانتقاد، اليوم وقت التضامن. ما غاديش نجيو هنايا ونصفوا الحسابات، ولا نجيو نتكلموا ونقولوا أش خاصنا ولا أش كان خاصنا نديرنا، لأن البكاء من بعد الميت خسارة. من بعد غادي نجو ونهضروا ونحدوا النقط على الحروف كما كنا دائما كنديروها، وغادي نسموا الاشياء بمسمياتها. ولكن دابا راه ماشي هذا هو وقت الحساب كما قلت. اليوم تيا وقت التضامن، وقت التآزر، وقت المساعده. المغاربه بينوا على المعدن الاصيل ديالهم، بينوا على شعب جميل وشعب صبار ويستحق في الحقيقه كل التقدير وكل الاحترام. من هذا المنظر طبعا احنا ما كنبخسوش المجهودات اللي كتقوم بها السلطات المحليه، وكتقوم بها الجيش، وكيقوم بها الدرك، ويقوم بها الامن، وتقوم بها وزاره الداخليه، وتقوم بها الدوله كلها بكل اجهزتها. ولكن كنقول العيب فينا، العيب فينا اليوم تيارا، والله العظيم كنقولها وكناكدها، راه عندنا نخب سياسيه باقي بالفلاده عباد الله، نخب سياسيه فاسده، راه ما كنتقاو، راه ما كنتعضوا، راه ما دايرينش الخدمه ديالنا. كنقولها وكناكدها، وانا كنقولها كعبد الرحيم بوعيده، والله الا نحشم اليوم تيارا كنقول انا سياسي، لانه للاسف الشديد راه ما عندنا السياسه في هذه البلاد باش انا نمارس السياسه. اليوم تيارا عندنا القبح، عندنا التفاهه، عندنا الرداء. اليوم تيارا خاص اعاده النظر. زلزال ضربنا اليوم تيارا من عند الله، ولكن خاص الزلزال ايضا يضربنا باش يفيقنا ويعرفنا الاولويات ديالنا، ويعرفنا اش خاصنا، اش بغينا بالضبط. هذا الوطن زوين، هذه البلاد زوينه، عندها ملكيه شرعيه، عندها ملك زوين، عندها بزاف ديال الحوايج، ولكن خاصها الخدمه وخاصها الرجال. تحياتي لكم، السلام عليكم. اش كتعلموا هنا؟ السلام عليكم خويا. حنا من قطر زميزكو كلها مشى طاح كوليدي. أمزميز كامل خصو يتعاود باش نكونوا واقعيين. كلشي اللي هاد ما كاينش شي واحد غيدخل للدار، كلشي تقاس، فهمتيني؟ خصنا القياط فين يدخلوا الناس. دابا راه جا الشتاء وجا البرد المسائل، خصنا فين يدخل الناس، خصنا فين يدخل، وخصنا الماء، خصنا التواليطات، خصنا كلشي. المهم أمزميز خصو كلشي، إعادة الإعمار كما كيقولوا، خص كلشي يتعاود. عندنا هاد أمزميز خصو يتهدم كامل ويتعاود أزيرو، خصو يبدا أزيرو إن شاء الله. شي كنتمنى إن شاء الله. طلب من المغاربة نبغي يضمنوا معنا شويه، يعاونوا الناس. راه مزميز راه الحوز كامل راه في واكل الدق. وصلتكم مساعدات هنا؟ الحمد لله داكشي قليل، واخا داكشي الحمد لله، اللهم لك الحمد على كل شيء، على كل حال. هي دعوه للمغاربه انهم يدعوا معنا، ما بقاش يعاود هذا الخير هذا ان شاء الله. الزلزال اللي قسم عنا الله مرحبا، واش كنتمنى يدعوا معنا، ما يعاود، يعاود راه
مشينا هادشي اللي كان وقع اليوم ماشي زلزال وقع واحد تحت شي دار اليوم دارك كلشي دابا راه خطا شي شويه غير كلشي غيطيح هادشي اللي كان.